السلام الله عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم العقارية مفتاح العقار. اليوم وبفضل من الله عز وجل كنقدم لكم شقة من مدينة الرحمة، المساحة ديالها 80 متر مربع. بالنسبة للمكان ديال التواجد ديال هاد الشقة، جات قريبة من السبيطار الكبير اللي كيتواجد بالرحمة، قريبة للمسجد، قريبة للشركات يعني ديال البنوك، قريبة لجميع المرافق. بالنسبة للثمن اللي عندنا في هاد الشقة، الثمن كيبقى في حدود 48 مليون، وطبعا الثمن قابل للنقاش. بالنسبة للناس اللي عجبهم هاد الأثاث اللي عندنا في هاد الشقة، فرها يمكن كينا إمكانية ديال التفاوض بخصوص هاد الأثاث اللي عندنا في الشقة. بالنسبة للثمن اللي عطيناكم دابا، ثمن ديال الدار خاوية بلا فراش، في حال الناس اللي عجباتهم وبغاويها بهاد الفراش اللي فيها، يعني اللي اقتنعوا بهاد الأثاث، هو ما شاء الله فراش يعني رائع ممتاز يعني، ولكن الأذواق تختلف. بالنسبة للناس اللي بغاوها بالفراش ديالها، فرأي كينا إمكانية ديال البيع ديال هاد العقار إن شاء الله بالفراش ديالو. بخصوص يعني البلاصة اللي جات فيها، كيف ما قلنا مدينة الرحمة، يعني قريبة لجميع المرافق، قريبة للسبيطار الكبير، يعني أونفاس كتشوف، كتحل الشرجم كتشوف السبيطار أونفاس. بالنسبة لعدد الغرف، فولله الحمد عندنا فيها جوج ديال الغرف وجوج ديال الصالونات، وعندنا فيها مطبخ صراحة مطبخ رائع، وعندنا فيها يعني واحد سيجور صغير او لا صالون صغير. انا قلت جوج ديال الصالونات كيف ما كتشاهدوا، انا غنحاول نعطيكم الترتيب ديالها ان شاء الله. على الدخلة كنلقاو الباب ديال الشقة، هو هذا باب ديال العود نوع ممتاز، فوق منه لاكليم خدامة مزيان، يعني بالنسبة للمارك يعني ديال لاكليم نوع جيد يعني، والخدمة ديالها رائعة. بالنسبة الطابق، الناس اللي غادي يسولوني على ليطاج، كتواجد بالطابق الثالث، والجميل في الامر هو انهم كاينه شقه في كل ايطاج، يعني ما كاينش عدد ديال السكان بزاف، يعني الناس اللي غادي يشريو هنا غيتجاوروا مع جوج ديال الاشخاص اخرين ان شاء الله. والثمن كيف ما قلنا هو 48 مليون، وطبعا كاينه امكانيه ديال التفاوض. بالنسبه للترتيب هو هذا، الباب ديال لونطري هو هذا، على اليمين كنوجدوا الحمام، حمام رائع كيف ما كتشاهدوا، فيه هاد البلاصه اللي بغي يستعملها الاغراض يعني يغطي فيها. عندنا الفاسك والمرايا هنا في هاد البلاصه. المطبخ كيف ما كتشاهدوا مطبخ رائع، خدمه رائعه. بالنسبه للارضيه، الارضيه في الشقه تقريبا يعني كلها رخام، ماشي تقريبا كلها رخام. بالنسبه للغرفه الاولى جات هاد الشكل هذا ما شاء الله، فيها البلاكارات حتى السقف ما شاء الله، صراحة شقة رائعة. أصحاب العروض، الناس اللي كيقلبوا على شقة بالفراش ديالها، راه كاينة إمكانية ديال أن هاد الشقة تباع بالفراش ديالها. الصالون ما شاء الله صالون رائع بلدي مغربي. عندنا ما شاء الله الغرفة الثانية اللي هي هادي. بالنسبة للناس اللي عجبتهم الشقة وبغاو يتواصلوا معنا، نعطيكم الرقم اللي هو 07-66-78-30-12. وفي حالة الناس اللي بغاو يتواصلوا مع صاحب هاد الشقة مباشرة، يتواصلوا معايا، نخلي لكم الرقم ديالو إن شاء الله. إلى هنا إخواني، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء، نتلاقاو إن شاء الله في عقار جديد، وتكونوا إن شاء الله في صحة جيدة. إلى اللقاء.